القمت لا وعمل هنا كل كي ضاق عليك كل كي طمع فيك كلش عمل عويد كي تصبى من عدايا كي درس بحنا ما كيعرفني. انا كنت ما قاعد مع والديا بخير واكل شارب ما خسرني حتى شي خير صافي. مني كنت قاعد معاهم تفارقوا والديا 2007 صافي. قالت لي ماما قعد معايا قلت لها لا باغا نمشي مع بابا باغا نمشي معاه. تش انا ما كنتش عارف كنت باقي صغير ديك الساعات صافي. ما كنت باقي صغير قالت لي ماما غادي تندم. قلت لها خليني باغا نمشي مع بابا. بقيت مع عاد عماماتي كانوا كي كيعمروا لي راسو كيقولوا صيفطي عاد مو صيفطونا صيفطونا. بقيت لوحو بيا نهار الاخر داني واحد العروبيه عند جداتي موت ماما خلاني ركبني في واحد كرويره تما خلاني قال لي سال طريق عبده خلاني غادي فيه ما عرفتش راسي فين غادي. وصدقت راسي عند جداتي تما مشيت عندها قلت لي شكون انت؟ قالت انا جداتي. مابقيتش عارفه انا صافي. بقيت مده ونخرج الزنقه عاوتاني بدا خالي كيضربني وهذا وهذا. حتى انا كنت كندير بعض المرات شي غلط كنت كيدير الغلط انا كنت كندير شي غلطات بعض المرات صافي. حتى انايا مشيت الساعة الزنقه بقيت مزروق مشيت عند بابا هنايا قلت لي صب لي لاكارت قال يسرع عند امك جاب ورق تاع الطلاق وجي صافي. مشيت عند ماما انا قلت لها قال لك بابا عطيه ورق تاع الطلاق عطاتني 10000 ريال صافي. من عطاتني 10000 ريال جيت هنايا قلت بابا هاك الورق هي 10000 ريال صافي. من عطيتها لي ديك الساعات بقيت قاعد كيتسناني هنا بقيت كنتسنى ما جاش عندي صافي. بقيت كنزلوق نزلوق بعض المرات كيدوني كنمشي للجمعيات كنقعد فيهم بعض المرات كنمشي شي جمعيات كنخاف كنقول ما عجبانيش كيخرجوني كنقول ما بغيتش جمعيه نقيه كنخرج عاوتاني صافي. انا كنطلب حاجه وحده كنطلب انا والدة ديالي غير توقف معايا وتصب يلا كارات اسمي صورة واخا انا مهرس ديك الساعه ما كاملش هرس انايا نبقى في الزنقه وما خرجوش دريات خوتي الزنقه الصغار تش انا على قبلهم خرج الزنقه انايا ما بغيتش نبقى مزروق صافي. مني قالت لي ماما قالت لي يا ولدي راه باغا نشدك راه مرقيت لك جد صافي. بقيت مزروق 6 سنين دابا كل مره فين مره في ازفي مره في طنجه كل مره فين صافي. بقيت مزروق بقيت كندور هكا هكا كنربوليت بعض المرات كيدوني السونطروات كنت كنهرب ما كنتش كنقرا حتى ما بغيتش نتبلى ما بغيتش نتشمكر ما بغيتش شحال من حاجه صافي. بقيت في الزنقه متلاوع من هنا كل اللي كيضحك عليك كل اللي كيطمع فيك كل شحال من عويش صافي. زبط كنت زبط من عدايا كنت راسي بحال ما كيعرفنيش بحال ما والو صافي. بقيت قاعد مشيت عند ماما مره الاولى قالت لي يا ولدي ما بقيت تجي عندي راه باغي راه راجلي باغي يتحول من اكادير شي دار اخرى صافي. مشيت بقى دازت شي 25 يوم رجعت عندهم ما لقيتهاش في ساكنه. الحاجه هذه كنطلبها من ماما فين كنتي دابا راه توعجتك بغيتك تصبي غير لاكارت ديالي راه لعيت من الزرق وما قادرة تجرد كنطلب معزني غير وقفوا معايا والقرية غير فين تكون ولا فين الخدمة دات الزنقة. أنا ما بغيش نبقى مشرد 6 سنين أنا في الزنقة ما بغيش نتبر ونخرج على راسي. الزرقة المنعس فيها شي بلاصة ما كنعملش مسخة كنقول لهم عاونوني ما بغيتش نعس في هاد البلاصة المسخة. كنطلب من الناس المحسنين يوقفوا معايا ويهضروا ليا مع الوليدة ديالي ويهضروا ليا مع بابا تو يدير عقلو شوية كيما كان الحال راه كيبقى والديك وما تحقاش عليهم صافي. انا ما حقش هنا يعني انا كنطلب منهم واخا 6 سنين في الزنقه الصابر انا كنطلب من الوالده ديالي توقف معايا وترجع ترجع ترجعني نكمل قرايتي وصافي.